بهالفيديو رح نلعب أكثر لعبة مخيفة في التاريخ واللي هي Silent Hills PT. حرفياً ما قاعد أبالغ، اللاعبين بيعتبروا هاللعبة أقوى لعبة رعب نزلت إلى الآن، وعشان نخلي الرعب مضاعف فرح ألعب اللعبة باستعمال نظارات الواقع الافتراضي. هذا الفيديو رح يوقف قلبي فيه حرفياً. أعوذ بالله. لا 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 لا. بس قبل أن ندخل بأجواء الرعب، هذا الفيديو برعاية ريزر جولد وفي جيفاوي مقدم منهم. ريزر جولد هي عملة فينك تشتري فيها داخل ألعابك مثل ببجي، فري فاير، كول اوف ديوتي موبايل وغيرها آلاف من الألعاب. طيب ممكن تقول شو الفائدة من أني اشتري عن طريق ريزر جولد؟ رح يكون عندك فائدتين. الأولى في خصومات وعروض جدا رهيبة بالريزر جولد ما رح تلاقيها بأماكن ثانية. ثانيا عندهم برنامج ولاء جدا رهيب، كل ما تشتري اي شيء باستعمال الريزر جولد راح يعطوك بداله عمله الريزر سيلفر، ولما تجمع عدد معين من الريزر سيلفر فينك تبدلهم وتشتري فيهم عملات العاب بطاقات ستور او حتى تبدلهم بمنتجات لشركه ريزر. ولو سويت حساب الان من اللينك الموجود بالوصف وفعلته فراح يعطوكم 1000 ريزر سيلفر فينك تبدلهم باشياء رهيبه. والشيء الرهيب انه ريزر جولد حاليا فتحوا حسابات خاصه للشرق الاوسط على الانستغرام وتويتر وعاملين جيف اوي جدا قوي اللي هو سيت اب كامل من شركه ريزر. راح احط لكم روابط الجيف اوي موجوده بالوصف، وكمان في جيف اوي على $40 لريزر جولد كمان على حسابي على الانستغرام موجود بالوصف، لا تنسوا تشيكوا عليها. ويلا خلينا نبدا بالفيديو. اوكي شباب، نحن حاليا في البدايه، والله جدا خايف، بس يلا لازم نقوي قلبنا ونقول بسم الله. اوكي اوكي اوكي، واضح انه نحن في بيت جدا مسالم، متاكد ما في لا جن ولا شياطين. طلع في صوره العيله واولادهم و اي كل شيء تمام. هذه قاعدة تتحرك من الهواء صح؟ اي ما في شيء، وبرا في مطر والجو مسالم جدا. اي واحد هو زوجته. الله يستر، والله جسمي كله في قشعريرة. طيب نروح للمنطقة الثانية يلي هي نفس المنطقة. اي يب، اللي ما يعرف اللعبة تضل تمشي بنفس المكان بس كل مرة يصير شيء جديد. نفس هالمرة عنا الباب مغلق. هذه ليش قاعد تتحرك؟ طيب عنا الباب مغلق، يفتح ولا لا؟ لا. اوكي لكن في شيء لازم نسويه عشان يفتح الباب. بالله من الشيطان الرجيم. اوكي في واحد محبوس جوا الباب هنا. والله شعري واقف يا شباب. ممكن في شيء ناخده هنا او في شيء على الطاولة هنا ناخده. ادوية، كلها ادوية. اوه الجنية فتحت لنا الباب، هلا والله. اوكي اوكي، لا الباب لحاله فتح يا شباب، الهواء 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 فتح الباب. الله يستر، انا خايف تكون وراي. طيب المكان اللي بعده، والله يا شباب قاعد العب بنص عين، مسكر عين وفاتح عين. قاعد يبكي. والله يا اخوي ما ادري شو اسوي لك، بس يعني توكل. معليش يا اخوي، معليش معليش، الحين شوي وتوقف بكى، مع السلامه. نضل نمشي نحن بين، لا 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 الهواء يا شباب سكر الباب، الهواء اكيد ما في شيء.
هذه ليش قاعدة تتحرك؟ صوتها قاعد يجيب لي توتر. اوكي الباب مسكر هنا والباب هذا مسكر والباب هذاك مسكر. طب انا شو اسوي الحين؟ شو اللي صار؟ طلع شواع الكهرباء. اوكي ممكن لو اقرب على الباب يفتح. اوكي لا في باب فتح، في باب فتح. اوكي عندنا بيبي قاعد يبكي، اولاد صغار وبكاء وجن، مزيج غير موفق. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. هاي هاي اوكي هالباب فتح مسكر، فتح لنا هالباب. الجني واضح انه يحب يلعب بالابواب. ها ها اعوذ بالله. اقدر امد راسي بس؟ شايفين اللي قاعد اشوفه يا شباب؟ طب الحين شو اسوي؟ ما اقدر اروح مكان ثاني؟ اوكي 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 عزلنا مش ترجيم، 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 عزلنا مش ترجيم. والله قلبي. طيب خلينا نكمل نكمل، خلينا نطلع من العتمة، خلينا نطلع من العتمة. بسم الله. هاي 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 اوه في بيب، خلينا ناخذ الضوء، خلينا ناخذ الضوء. حلو 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 حلو. لا 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 تستهبلوا كذا يا شباب. شو هذا؟ شو هذا؟ اوه البيبي اللي قاعد يبكي. لا 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 بسم الله بسم الله، عزنا مش طارجيم، عزنا مش طارجيم. بسم الله. هذا بيبي ولا مخلوق فضائي ولا ايش؟ هاي هاي والله مسكين هذا، طلع وهذا بيبي لسه بالشهور الاولى طلع من بطن امه، شكله محزن. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي امشي 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 امشي، لا تطلع وراك لا تطلع وراك لا تطلع وراك. عدينا على خير. لا لا المكان كله معتم، ما اتفقنا كذا. اصح معي ضو، انا معي بيل. لا والله والله الوضع مخيف تو ماتش يا شباب، والله الوضع ما توقعته كذا. ادخل في عتمه تطلع وراي. طيب الله يستر. بسم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يا اخي الله يا اخي الله يا اخي. The girl was found shot once in the chest from point blank range. The mother, who was shot in the stomach, was 20486. Dial now, we're just getting started. هذا الراديو مرة يتكلم معاي، مرة يعطي إذاعة. الحين إذاعة. بعدين فجأة يتكلم معاي. The
father shot him. لا الباب مسكر. His 6-year-old daughter had the good sense to hide in the bathroom, but reports suggest he lured her out by telling her it was just a game. Okay, أتذكر في شيء لازم نسويه بهالصورة. الله يلعنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. الله ياخذك. شفتوها ولا لا؟ هي اللي رمت هذا علي. اطلع 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 من هالمكان. المشكلة اطلع من هالمكان هروح على نفس المكان. لا 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 هو الوضع اصلا مخيف بدون شيء. تحطوا لنا اضويه حمراء. والله الوضع اللون الاحمر مخيف. شو ها في دم قاعد ينزل. ثلاجه. هذه ثلاجه بس فيها دم. في حد جوا الثلاجة قاعد ينزل منها الدم وقاعد يبكي. صوت بيبي طفل. ان شاء الله يكون راح الضوء الاحمر. لا لسه ضوء احمر. شو تغير الان؟ الثلاجة صارت اسرع وفي صريخ بداخلها صار. اوه هلو. قاعدة تسلم علي الجنية. هاي ما كانت مكتوبة هنا كلمة هلو. في جملة مكتوبة هنا. I can hear them calling me from L. أقدر أسمعهم ينادوني من حرف ال L. أوه إذا ما خاب ظني تذكرت هذه الحركة من 6 سنوات ممكن. أيوة يروح حرف من هنا. لازم أشيل عيني أطلع يروح حرف ثاني كمان برا. أيوة كمان مرة. والحين أروح هناك وراح تصير في كلمة هل أو جهنم. أيوة الله ياخذك أنت والضحكة. قاعدة أسمعهم ينادوني من جهنم. خلنا نروح للمنطقة اللي بعدها. أظن خلصت الخطوة في هالمكان. يعني بس أكتب كلمة هل. يا الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. هذا الضوء ليش صار أحمر؟ وين راح الثلاجة؟ أوكي أوكي مع السلامة مع السلامة. أنا طالع من هنا. مع السلامة. أوكي في شيء متغير. شخصيتي قاعد يمشي بشكل سريع والباب مفتوح. لا تغير المكان. في عيون. اوكي صرت منطقة جديدة. شو قاعد يصير؟ انا وين؟ قاعد يخليني الف على نفس المكان. الله احلام العصر. هذه مو احلام العصر. هذه كوابيس العصر. ايوه اخيرا خلصنا من الضوء الأحمر. طلعنا من الضوء الأحمر أخيرا. رجعنا إلى بر الأمان. وبكل صراحة مو بر الأمان يعني أبدا. بس يعني يظل أفضل من الأجواء الجهنمية هناك. افتح الباب افتح الباب افتح 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 افتح. يا رب يكون وراي ضوء أبيض ضوء أبيض ضوء أبيض. حلو مكان كله شغال النور فيه تمام. ليش الوضع كذا مرة هذه؟ هاي شو قاعد يصير؟ ليش الصورة قاعدة كذا؟ 2048 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
206843. حفظت الرقم بس عشان ايش؟ شو صار؟ ورجعوني للبداية. شو قاعد يصير؟ شو قاعد يصير؟ شو قاعد يصير؟ الساعة تغيرت، صارت الساعة 12. طيب ها هي في بيبي قاعد يضحك. اوكي على الاقل مو قاعد يبكي. لا الحين رجع صوت البكاء. ليش الضوء صار لونه ازرق؟ ليش الضوء صار لونه ازرق؟ هي صار له هي هي. اعوذ بالله. هي شو قاعد يصير؟ شو قاعد يصير؟ الله الله يا اخي. اوكي شباب اعتذر خلاص ما رح اقدر اكمل الفيديو لانه صراحة حاس قلبي رح يوقف لو كملت. كمية رعب بهاللعبة مو طبيعي. فاي اتمنى نهاية الفيديو لا تنسوا تعطوا الفيديو زر اللايك، شاركونا بالتعليقات شو بتكون يعني العب في الفي ار بالفيديوهات القادمة، ولا تنسوا تشيكوا على الجيفاويات اللي موجودة بالوصف لريزر جولد. وبس كان معكم بشركة ايال وبشركة كيش، تكون فيديوهات تانية ان شاء الله. مع السلامة.